في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل والتي جاءت في صحيح البخاري، ومن الممكن اليوم أن يستغرب كثير من الناس فحوى هذه الرسالة، فنحن نعلم أن هذه الرسالة من رئيس دولة صغيرة ناشئة وهي دولة المدينة المنورة، وجيشها على أكبر تقدير 3000 جندي، وعمرها لا يتجاوز 3 سنوات، وأسلحتها قليلة، وعلاقاتها في العالم محدودة، ومع ذلك يرسل زعيمها رسالة إلى هرقل قيصر الروم الزعيم الأعظم للدولة الأولى في العالم، الإمبراطورية الرومانية التي تسيطر على نصف أوروبا الشرقية، إلى إضافة إلى آسيا الوسطى والشام بأكملها ومصر والشمال الإفريقي، وجيوشها تقدر بالملايين بلا مبالغ، والأسلحة فيها متطورة جدا، وتاريخها في الأرض أكثر من 1000 سنة. لابد أن ندرك كل هذا ونحن نقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر عظيم الروم، حيث يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم. هكذا في منتهى الوضوح، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ثم كتب آية من آيات رب العالمين: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، كما جاء في سورة آل عمران. ونحن نرى الوضوح والقوة والعزة والحكمة في كل كلمة من هذا الخطاب الذي يحتاج وقت طويل حتى نحلله وندرسه ونستخرج منه الدروس التي في باطنه، ولكننا سوف نشير إلى بعض الدروس المهمة. فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إظهار عزته وعزة دولة الإسلام في كل كلمة من كلمات الخطاب، فبدأ أولا باسمه قبل اسم هرقل، وهذا الكلام كان خطيرا في زمانهم، فقد كتب: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، ثم دعاه مباشرة للدخول في الإسلام: أسلم تسلم، في صيغة ليس فيها تردد. ومن الدروس أنه مع إظهار هذه العزة والقوة إلا أنه لم يقلل قيمة الطرف الآخر، بل على العكس رفع من قدره وحفظ له مكانته، فقال إلى هرقل عظيم الروم. ومن الدروس أيضا أنه جمع في مهارة عجيبة بين الترهيب والترغيب، يقول له: أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يعني فيها نوع من الترغيب، ثم يقول له مهددا بوضوح: فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، يعني الأتباع الذين ستبوء بإثمهم. ونحن نراه يجمع بين الترغيب والترهيب، فهو في ناحية يرغب وفي ناحية أخرى يرهب، وهذا الكلام في سطور قليلة معدودة. ومن الدروس أيضا حسن اختيار الآية المناسبة من القرآن الكريم، فقد أتى بآية تقرب قلوب أهل الكتاب وتوضح أن هناك قواسم مشتركة كثيرة بيننا وبينكم، حتى يفتح عقولهم للتفكير ويرفع حواجز كثيرة بين الطائفتين المسلمة والنصرانية، بينما لا نجد أنه كتب هذه الآية في رسالته لكسرى. هكذا كان خطاب هرقل عظيم الروم، وهكذا كان الخطاب إلى كل زعماء العالم، الخطاب متشابه في مضمونه مع اختلاف بعض الألفاظ على حسب البلد المرسل إليها واختلاف الدين الذي يدينون به، ومع وحدة الخطاب إلا أن ردود الأفعال كانت متباينة، فقد بلغ بعضها القمة في الأدب وحسن الرد، في حين بلغت بعض الردود الأخرى أدنى مستوى من سوء الأدب والمعاداة، وبعضها بين ذا هذا وذاك. ولا أبالغ إن قلت إن أزمة المسلمين اليوم هي أزمة خطاب سياسي، فخطابنا السياسي الإسلامي اليوم يعتريه الكثير من التوتر والتشنج والقطيعة والحدية مع الآخر، خصوصا في الخطاب الإسلامي الإسلامي، وإن ضعف ثقافتنا في أحوال الأمم وعاداتهم وتقاليدهم وإدراك الأعراف الدولية السياسية في توجيه الخطاب الإعلامي
يجعلنا نقوم ببث ونشر الكثير من المشاهد والبيانات التي تعكس صورة سلبية عن المسلمين في تصور الآخرين، وبذلك نجد حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وسياسته البارعة في قدرة فائقة على توجيه خطاب للدول العظمى في ذلك العصر، وإيجاد خطاب يتميز به النبي صلى الله عليه وسلم وتتميز به دولة المدينة إلى ملوك وزعماء العالم في ذلك العصر، مع أنها كانت دولة صغيرة، دولة المدينة المنورة. وهذا يدل على سياسة وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.